كنت بتكلم في بدايه الحلقه على فكره انه في شويه ايجابيات حلوه في كره القدم المصريه. احنا دايما كلنا يعني اللي بيشتغل في الصحافه وفي الاعلام طول الوقت بيبص على السلبي، حتى جمهور الكوره يعني زمان اليومين دول هادين كده وحلوين، فبصين على شويه حاجات ايجابيه ليها علاقه بنقل الدوري، ليها علاقه بالمدربين اللي بقوا في الدوري، ليها علاقه باللاعبين اللي في الدوري، ليها علاقه بالمنتخبات وتعيينات المدربين في المنتخبات. في كام حاجه ايجابيه كده حلوه، ايه الحاجات الايجابيه اللي انت شايفها دلوقتي في الكره المصريه؟ والله لعل وعسى تكون شايف يعني شايف. لا اكيد طبعا، اكيد طبعا لله. يعني كلنا شايفين بصراحه، خلينا نتفق انه الدوري المصري السنه دي في شغل كتير جدا معمول عليه، في البث التلفزيوني شايفين الهويه البصريه بتاعت الدوري المصري، يعني فرق جدا في النقل التلفزيوني السنه دي، حته الجماهير كمان العدد زاد بشكل كبير عن السنه اللي فاتت، بنتكلم في 6000 مشجع. ونتمنى ان شاء الله يملوا المدرجات، عشان بس الجمهور يقول لك ايه انت سته يعني دول كفايه، لا نحب الاستاد كله يتملي ان شاء الله، بس كون ان احنا بناخد خطوه لقدام فدي حاجه ايجابيه. خلي بالك ان انا بتكلم على الدوري المصري، ان في ماتشات المنتخب وماتشات افريقيا للانديه في اكتر من كده بيوصل ل 50000 او 30000، لكن منتخب برده عايزين ناشي الجماهير من خلال برده انه منتخب مصر ده منتخبنا كلنا، بالتاكيد كلنا طبعا لنا انتماءاتنا، لكن لازم الاساس يكون كل مشجع حاطط دماغه منتخب مصر ده الاساس. بنشوف في المنتخبات زي الجزائر زي تونس بتلعب منتخبات صغيره جدا زي موزمبيق مثلا، في تصفيه كاس العالم كان الاستاد في الجزائر كان يعني مليان على اخره بالجماهير، نتمنى ان شاء الله نشوف المشهد ده في ملعبنا. نرجع ثاني للإيجابيات الموجوده، شايفين انه في زي لو اتكلمنا عن المنتخبات هتلاقي ان في معايير اتحطت لاختيارات المنتخبات لاول مره. كنا قبل كده بنتكلم ان المعيار دايما هو لازم نراضي الاهلي والزمالك، ويبقى في عندنا واحد يبقى مدير فني اهلي يبقى مدير عام زمالك عشان يمشي الدنيا، ويبقى في يعني ما يبقاش اتحاد الكره منحاز للزمالك او الاهلي. الفترة الأخيرة لا، أول مرة اتحط معايير، ومعايير واضحة جدا، يكون المدرب اللي ماسك المنتخب يكون خد رخصة إيه أو أو أو, أو أي رخصة تدريبية يعني متدرجة، بقى لو هو مثلا مدير فني يبقى رخصة إيه، لو هيبقى مدرب مساعد أو كذا يبقى يكون برضه واخد رخصة ما يعني. بالتأكيد برضه لازم يكون يعني لعب في أندية كبيرة حقق بطولات، كل الحاجات دي بتنعكس بالاساس على او بعد كده على النتائج اللي بتتحقق للمنتخبات، لانه قبل كده كان في اختيارات عشوائيه، وبالتالي منتخبات مصر بالناشئين او حتى المنتخب الاول تاثرت بالنتائج دي. يعني بالتاكيد برضو حته برضو انه تقنين انتقالات المدربين برضو، بحيث ان المدرب ما يشتغلش في اكتر من مكان في الدوري، ده برضو خلى فتح الباب لظهور مدربين جداد، شايفين احمد رؤوف في بلديه المحله، شايفين كابتن طارق مصطفى بياخد فرصه، يعني في جيل جديد من المدربين بدا يظهر وبدا بياخد فرصه على الساحه، بدل ما كان لعبه الغاز الموسيقيه دي موجوده في الدوري المصري يعني. نتمنى واحدة واحدة إن شاء الله إجابات تظهر أكثر من كده في الدوري والكرة المصرية، وأكيد كل ده بيصب في صالح المنتخبات، وإن شاء الله يكون في تحسن أكثر وأكثر الفترة الجاية. عظيم جدا.